ده البروجكت بتاعي دكتور أسامة الشاذلي، هو عن development of mastery based teaching strategy model للأرثوبيديك بوست جرادويت كلينيكال تريننج. ده كان البروجكت بلان والتايم لاين. بعد ما خلصنا الريزيدنشال سيشن احنا قلنا هنبدا في شهر فبراير ناخد الابروفلز ونبدا نعمل الريكروتمنت للطلبه ونجهز التيم والبروجكت تيم. فهي احنا بدانا من قبل فبراير وكان انتهينا وخدنا الاي ار بي ابروفل وخدنا الابروفل من الكليه ان احنا نعمل الطلبه دول، وجهزنا حتى امورنا كلها مع وزاره الصحه وخطبناها وخدنا موافقات وزاره الصحه ان الطلبه دول ياخدوا تفرغ علشان يدخلوا في البروجرام. بعد كده بدانا في الروتيشن الاولاني اللي كانت في شهر مارس وابريل، وفي الحقيقه بدات الروتيشن بدايه كويسه جدا، وكان الطلبه بيحضروا الكلينكس وبيحضروا كل حاجه وبيحضروا الاي ار وبيحضروا الروتيشنز كلها، وكان بيبقى في برضو كل الروتيشنز بقى بتشمل كل الايتمز اللي احنا حددناها، ان يكون في ليكتشرز ويكون في وورد راوند، يكون في اي ار وفي كلينيك وفي اوبريتيف وفي ورك شوبس. بعد ما انتهت الروتيشن عملنا التشيك بوينت اسيسمنت الاولى، وعملنا لهم بقى الاسيسمنت الاولانيه بعدها. وكانت البلان بتاعتنا في قلب الديبارتمنت ان احنا نعمل الفايف روتيشنز بنفس الطريقه وتشمل ليكتشرز وورد كلينيك واوبريتيف ورك شوبس. للاسف حصلت كوفيد 19 كرايسيس واضطرينا نعمل موديفيكيشن ان احنا نعمل اونلاين شيفت، واتنقلنا بدل ما يبقى عندنا فيس تو فيس ادوكيشن ان هو يبقى تريننج. والحقيقه عملنا زي بلاتفورم على زوم وسميناه ان شامس اورثوبيديك ويبينارز، وحطينا فيه بقى كلينيكال كيسز ديسكشنز، وعملنا فيه الورد راوندز بتاعتنا، حتى ايفن المرور الاسبوعي بنعمله على زوم، الليكتشرز بنعملها برضو نفس القصه اونلاين، وعملنا برضو البروبلم بيست ليرنينج اونلاين. كل الحاجات دي عملناها برضو عشان السيرجيكال سكيلز تتحسن. عملنا شيفت دي او عملنا زي بروجرام ريزيدنسي بروجرام مع انسيجن اكاديمي، ودي سيرجيكال سكيلز كورسز فيري فيري بروفيشنال، كانت معموله ومعتمده من رويال كوليدج. خدنا ابروفال ان هي تبقى انكلودد في الكوريكولم من الديبارتمنت علشان تعوض النقص اللي حصل في السيرجيكال تريننج بتاع الطلبه. ولكن ما زال عندنا مشاكل. مشكله ان الهاندز اون والورك شوبس مش قادرين نعملها، ان الطالب يشتغل بايده نفسها مش عارفين ان احنا نعملها. الكلينيكال تريننج برضو مش ان هو يشتغل على عيان بقى عمليه او يفحصه، برضو احنا مش قادرين نعملها. الاسسمنت مش قادرين نعمل الاسسمنت لان كان في قرار ان ممنوع الاسسمنت اونلاين، حتى اللي هي الحاجات اللي هي الامتحانات العاديه. احنا يعني خدنا يعني دلوقتي موافقات او حاولنا ان احنا ناخد موافقات ان احنا نعمل اونلاين اسسمنت للطلبه دول، حتى على الاقل يكون الفايفا اكزام ويكون الام سي كيو اكزام يتعمل اونلاين. غير كده بقى عندنا مشكله عنيفه جدا اللي هي مشكله الوقت، لان دلوقتي في عدد كبير من الطلبه دول هم مرتبطين بتايم، هو واخد تفرغ لمده سنه علشان يحضر البروجرام من وزاره الصحه. نتيجه للتاخر ده نسبه كبيره قوي منهم التفرغ بتاعهم قرب يخلص، عملوا دروب اوت من البروجرام وابتدوا يتنقلوا للكونفنشنال ميثود بعد ما قدموا طلب لرئيس القسم. الحاجه الثانيه برضو المشكله الثانيه الاكبر ان الطلبه دول ليهم ميعاد امتحانات الماجستير برضو اتأجل لكل الطلبة، مش عارفين هيبدأ امتى الماجستير مرة تانية، وده برضو هيأخر لنا الريزلتس بتاعتنا. طبعا كبرايمري اوت كام على ميعاد الريزيدنشال سيشن الجاية مش هيبقى فيه مشكلة، يعني احنا اوريدي عملنا امبلمنتيشن للبروجرام ومش مشكلة ان الروتيشنز تأخرت شوية، انما المشكلة هتبقى دايما في السكندري اوت كام، لان انا كده اضطريت نتيجة ان في عدد من الطلبة دروبت اوت من البروجرام، العدد مش هيكمل 15، فاحنا عملنا ريكروتمنت العدد جديد، فهيبقى في عندي 2 جروبس او 2 باتشز، باتش بدأ بدري من شهر 2 اللي فات وفي باتش هيبدأ في شهر 9، فهضطر ان انا الفاصل ده اتأخر لحد ما تطلع امتحاناتهم والريزلتس بتاعتهم بتاعة الامتحان. احنا بعد شهر 9 ان شاء الله يعني في قرار ان احنا هننزل تاني كلينيكال، وان الطلبة هتبقى انرولد تاني في العيادات والكلينيكس هتفتح. يعني في كلام كده من الجامعة ان الكلينيكس اللي هي الكولد كلينيكس او الالكتف كلينيكس هتفتح تاني، ان احنا برضو الكلينيكال هاندز اون والمرور في الراوند ويشتغل على العيانين هتبقى موجود، والسيرجيكال تريننج يتعمل. شكر جدا.